كمية السمنة تشقيها 16% متر مكعب. أطلع وزن السمنة شلون أضربه بكثافة السمنة 1400، طلع لي 226 كيلوغرام. أطلع أقسم هذا على شنو؟ على 50 وزن الكيس 50 كيلوغرام، قلنا كل كيس سمنت فيه 50 كيلوغرام، فهذا أقسمه يطلع لي عدد الأكياس. عدد الأكياس يطلع لنا 5 كيس. فكمية الرمل شو نسوي لها؟ كمية الرمل نضربها 3 سين، وقلنا نسوي الخط واحد هي 3، فتطلع لي 48 متر مكعب. هسه بدي اطلع حجم مونة المفاصل، حجم مونة المفاصل شو تساوي لنا؟ مساحة السطح نفس مالت التطبيق، بس شنو؟ سمك مونة المفاصل 3 بالالف. مساحة السطح ايش قال عندنا؟ مساحة السطح 55. عدد الشتايجر انا اطرحها مني 110 شتايجر. حجم الفعلي مال الشتايجر قلنا نص بنص، وسمك المونة ايش قال؟ 3 بالالف. طلعت حجم مونة المفاصل اللي هي قلنا مونة المفاصل شنو بيها؟ بس اسمنت. تطلع لنا 0.80. ايش قد نسبة السمنت فيها؟ 75% و 25% منها ماء. أعوض أطلع قيمة سين. سين تطلع لي ها قد متر مكعب اسمنت. أضرب 1400 يطلع لي وزن الاسمنت، وأقسم على وزن الكيس الواحد ويطلع لي عدد الأكياس. عدد الأكياس. هنا طلاب قايلين 194. تقسيم 2.9، بس ناسين التسعة هنا. المهم طلع لنا السمنت الكلي نحسبه اللي هو مالت التطبيق زائد سمنت المفاصل، يطلع لنا كم كيس مالت المفاصل والتطبيق؟ قد 5 زائد 3 ويساوي قد 8 كيس. 8 كيس سمنت هاي للسطح. هسه طلاب هنا عندنا واجب بيتي، شوفوا هذا واجب بيتي، هذا الواجب البيتي تحله. شنو هذا الواجب البيتي؟ يريد كمية الكالشيو والجرانيت، يريد كالشيو والجرانيت. هنشوف ليش كالشيو وجرانيت؟ واسمنت ورمل، لازم تطبيق أرضية الدار بالكالشي، ما يريد مونة، مالت المونة بس مالت التطبيق. وأرضية الواجهة، يقول لك هذا البيت طلاب، هاي البيت. هاي منا اللي هنا هذا المربع بقى مو منا اللي هنا، هاي مكتوب عليه جرانيت، هذا بس بهذا اكو جرانيت، يعني هذا الجرانيت، هاي المساحة تحسب الجرانيت، خوش؟ وهذا الجزء الباقي كله كالشي، البيت كله كالشي. شلون تحسب هاي الابعاد؟ هذا شلون تحسب الابعاد طلاب؟ هاي المنظور الافقي مال هاي الدار. هنشوف شلون نحسب طلاب. انت من تريد تحسب الجرانيت تاخذ هاي المساحه، مو صح؟ مساحه الجرانيت تيجي تقول هذا البعد ما عندي، مو صح؟ وهذا ما عندك، خوش؟ طلاب هسه هذا مو ما عندك، تيجي انت هو تخمين. اذا فرضا انت الخريطه ما عندك، شو تسوي؟ تقول اذا هذا منا اللي هنا 2.5، تقدر تقدير اتوقع هذا نصه يصير منا اللي هنا قد 1.25 اخذه. انزين هذا منا اللي هنا، هذا منا اللي هنا يشبه اي بعد هنا؟ مسافه مالته ايش قد منا اللي يشبه هذا؟ هذا اخذ 2.5، اخذ هذا 2.5 وهذا اخذ ايش قد؟ 1.25. خوش؟ وطلع هاي مساحه. شلون تطلعه؟ اذا ما تعرف هذا شنو المساحه؟ تاخذ مساحه هذا المستطيل الاول اللي هو 8.9 وتضربه بهذا ب1.25 طلع المستطيل الاول. مساحه ثانيه شنو مال شبه منحرف؟ القاعدتين معدل القاعدتين في الارتفاع. الارتفاع ايش قد؟ 1.25 بقى من هذا 2.5، والقاعدتين هاي منا اللي هنا ها زائد هاي منا اللي هنا، منا اللي هنا 8.9، خوش؟ منا اللي هنا 8.9. تيجي هاي المسافه قدرها تقدير اذا ما تريد تحسبها بالحساب. هاي المسافه تقريبا منا قد هاي، هاي منا طلاب شوفوا منا اللي هنا قد هاي منا اللي هنا 1.25. يعني 8.9 نقص منها 1.25 يطلع هذا، طلعنا هاي المساحة. هاي المساحة وعندك الشتايجر قد أبعادها قال أفر جرانيت 60 ب60، عندك هاي المساحة طلعتها ها. شو تسوي لهاي المساحة؟ تقسمها على 60.03، وهاي 60.03 يعني 0.603 قصدي، في 0.06 في 0.603 يطلع لك مساحة الجرانيت، وتقسمها على هاي المساحة يطلع لك عدد الجرانيت. طلعنا بعدين شنو نريد؟ الكاشي، الكاشي مال هاي البيت، هذا عندك كله كاشي. ايش قد هاي المساحة مال هذا البيت؟ كله خذي، خلي الجدران لا تحسبها. شنو يعني؟ تاخذها شنو؟ ايش قد ابعاد الكاشي؟ احنا هسه هاي القطعة كلها اخذها كلها، هاي المساحة اللي القطعة ايش قد؟ 11.9 اضربها في 9 ونقص من هاي المساحة طلعتها توك. هاي هي هاي كلها مساحة شنو؟ الأرضية.
مساحتي الأرضية. هسه تقول اكو هاي راح تحسب ينحسبن وياهن، هذا مو مشكلة، ضلها 0.24 وانت ما راح تجيب الكاش قد راح يتكسر من عنده، وتقدر العمال يكسرونهم ومن يومهم، فانت عادي هاي. بس شو تسوي هاي كله بعد ما لك علاقة مثلا الغرف وما ادري شنو، رأسة تضرب 9 × 9 = 11.9 ونقص من هاي المساحة. وشو تسوي؟ قسمها على مساحة الكاشية اللي هي ايش قد ناخذ، هي هو 25 كاشية، 25 × 25 سنتيم 0.25 تلافة، في 0.25 تلافة تطلع عدد الكاشي. بعدين المنتج تطبيق سهلة، منتج التطبيق هم نطلعها هنا بالجرانش ايش قد كله، هي قلنا شنو قد ناخذها 2 سنتيم الحجم، تضربها ب 2 سنتيم وهي تضربها ب 2 سنتيم تطلع مونة السمنت والرمل. هسا هاي افتهمنا. طلع بعد شنو نريد نحسب هالمرة؟ نريد نحسب شلون نحسب مساحة اللبق، لبق الجدران. تعرفون شايفين الجدران شلون هاي القبال وجهك بالغرفة، شنو نريد نلبخن؟ شلون نلبخن؟ ورا ما يسوون الطابوق او البلوك شو يسوون؟ يجيبون اسمنت ورمل ما يبدون يلبخون، مو صح؟ يلبخون الجدار، فيتم لبخ الجدار بمونة السمنت ها بالجدران الخارجية، صح؟ حتى من الداخل يلبخون اسمنت وبعدين يبيضونه. فشلون نلبخ السمنت الجدار؟ عفوا، اول مرة ينظفون الجدران اذا بيها غبار، اسمنت عالق مكسر، طابوق طالع داخله مثل، فأي مواد عالقة، أملاح، أكو نوبات اللي طابوق يصير بملح، هم كله ينظفونه من الملح ويبدون شنو؟ يبدون يرشون بالماي، يشبعونه ماي الجدار، حتى من نخلي مونة السمنت ما يوصل الجدار ويصير بها تشققات، يشبعون الجدار هذا اللي هو من الطابوق بالماي أو من البلوك. بعدين يثرون شربت، شربت مال السمنت، سمنت ورمل يسمونه شربت. سمنت ورمل خشن، نسبة المزج 1 سمنت 1 رمل. يسوونه على شكل سائل وبدون يغطون الطابوق، وجه الطابوق. بعدين يتركونه 3 أيام طلاب. يتركونه 3 أيام، يرشونه باليومين الثاني والثالث، أول يوم ما يرشونه ماي، باليومين الثاني والثالث يرشونه ماي. هاي الطبقات شنو فائدتها؟ تسد المسامات مالت الطابوق، تمنع انتقال الأملاح إلى اللبخ، يصير مثل طبقة عازلة حتى إذا أكو ملح بالطابوق ما يجي للبخ. وتسوي فد اساس قوي للطبقه اللي تجي وراها مالت اللبخ، وكذلك تساعد على امتصاص الرطوبه والماء من وجه الطابوق. مثلا الرطوبه اذا دخلت لوجه الطابوق تمتص الرطوبه والماء، هاي الطبقه راح تمتصها مو تجي رأسة باللبخ وبتروع للبياض والصوف البياض. بعدين يلبخون الوجه بمونه السمنت، نسب الخلطها من 1 إلى 3، 1 إلى 3. شلون نسب الخلط مالت التطبيق؟ 1 سمنت و3 رمل. ودائما الخلفة كل ما يكون شاطر تكون الأوجه الشاقولية مالت الجدران مرتبة، يعني يضبطون الشاقولية والأفقية مالت الجدران. بالجدران يضبطون الشاقولية، وبالسقوف طلاب شو هم يلبخون السقف؟ يضبطون الأفقية، خصوصا بالمطابخ وبالصحيات بالمداخل، هاي لازم تنضبط بعد، هاي حسب الخلفة. دائما الخلفة الحائط مبين يعني شغله مرتب، ما ياخذ مونة سمنت هواية يعدلون بي، والخلفات بناهم مو شي جدار الطابق مالته مو شي، فشوف هواي يحتاج يذل في طبقات لبخ على مود يساوي الوجه مالت الحائط. فبعدين شو يسوون هسه؟ بعدين ينهون. شلون ينهون اللبخ؟ حسب الرغبة. مثلا اكو ناس اصباغ اسمنتية، ها هاي شنو اصباغ طلاب؟ مواد تجارية تنخلطونها ويا الاسمنت وصقلوني حتى يصير وجه اللبخ ثقيل. وهذا اللبخ الثقيل شو يسوي لك؟ حتى يعني فوائد اللبخ الثقيل طلاب شنو مميزاته؟ يصير الوجه مالت اللبخ ثقيل، ما يخلي غبار وما يصير عليه. اكو نوع ايضا من الاصباغ، اصباغ ينثرونه، ما يحطون اصباغ اسمنتي اكو ورا اللبخ، ينثرون اللبخ. نثر شلون؟ هو اسمنت ابيض ورمل ويحطون يا لون ويخلطونه، دائما نسب الخلط 1 سمنت و2 رمل، رمل مغربه، ويخلطونه ويا الماي ويحطون بيه هاي الماده اللي هي ملونه. وبعدين شنو؟ يبدون ينثرون البيت. مميزات النثر طلاب